اريد ذاك خطر صحتنا في خطر اسرع اسرع يا مسكر اسرع يا مسكر لا تزلات في خطر لا تزلات في خطر سيدي احمد إذن الإخوة كما قلنا توجيه فقط غادي نعطي الكلمات للفعاليات اللي كان هنا المعدار والإخوة اللي معنا في جمعية خاصة بالبيئة فقط أريد أن أقول بأنه هذه لن تكون هي المحطة الأخيرة ديالنا الإخوة في التنسيق ديال الجمعيات ذات الضفة الشرقية قرروا أن يشكلوا فريق وأن ينتدبوا محامون للترافع حول هذا الموضوع لأنه يرقى بمثابة إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية كل من له دخل في هذا الموضوع سنحاكمه أمام الهيئات المحلية والجهوية والوطنية وحتى الدولية على أي مطالبة بإفادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقضاة مفتشة وزارة الداخلية للتحقيق في ملف المطرح العشوائي البلدي ديال تيزنيت.